أما مرض الزوجة إذا مرضت، هل أبوها الذي ينفق عليها أو هي تنفق على نفسها أو الزوج الملزم بالإنفاق عليها؟ يرى جمهور العلماء الأئمة الأربعة أن الزوج لا تجب عليه نفقة العلاج على زوجته، فيرى الجمهور أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا مرضت في العلاج. وابن تيمية رحمه الله وقلة من العلماء يرون وجوب الإنفاق على الزوجة إذا مرضت من أجل علاجها. وأختار رأي شيخ الإسلام تيمية مع فريق العلماء الذين قالوا بالوجوب ما دام ذلك في استطاعة الزوج، والله تعالى أعلى وأعلم. فضيلة الشيخ، حضرتك من شوية قلت بعدم وجوب نفقة الزوجة على الزوج. أنا قلت عفوا، أنا قلت نقلت عن الأئمة الأربعة ذلك، لكن قلت أنا أختار وجوب الإنفاق. لا طب أنا حتى يعني أنا عايز أسأل، يعني إزاي للأئمة يقولوا طب في الزوجة فهي والله يعني هم يقولون يعني يلتمسون تعليلات. وبالذات في زماننا ها، يعني في اليومين دول ما انت حضرتك عارف كل واحد يزوج شيلته مكفياه. انا قلت لك يا اخي الكريم، سمعت رايي؟ قلت لك ارى وجوب علاج المراه على الزوج ما دام مستطيعا، هذه رؤيتي. لكن من الامانه ان انقل، بارك الله فيك.